كيهضروا عليه واحد ديال الشعب في مدينه الزميت اللي كيهضروا عليه الساكنه هو التحالف حزبي الحق الضمان الاشتراكي والعداله التنميه في الزميت، وانني كنشوفو هو تحالف مشروع طبيعي اذا اتفقوا على برنامج برنامج مهم كيهم الساكنه وكيواكب الحركه الاجتماعيه اللي كتعرفوا المدينه ومطالب ديال الشباب ديال اول منها انه الشباب دابا ولاو كيناقشوا المشكل ديال النواه الجامعيه اللي دابا راها تفتحات فطاطا وتسنيت ما زالت يعني كتفتقر لهاد النواه. حزبين الممثلين في الحكومه حزب العداله والتنميه للتقدم الاشتراكيه باعتبار مدينة الزميت يسيرها التقدم الاشتراكية فيها مجموعة من المنتخبين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. اتفق الطرفان على عقد لقاء تواصلي لإعطاء حصيلة الحكومة وآفاق مستقبلية، انطلاقا أولا من قناعتنا بأن تدبير السياسات العمومية العلاقات اللي كتربط بين العداله والتنميه في التقدم الاشتراكيه هو برنامج حكومي متفق عليه معد من طرف الفرقاء السياسيين المشكلين الاغلبيه الحكوميه. لهذا ما هذا الظرف بالذات اللي تعقد في هذا اللقاء، صحيح ان الاحزاب السياسيه كلها تتحرك استعدادا للاستحقاقات الانتخابيه، لكن هذا اللقاء لن يدخل في هذا السياق. لو انه نريد ان لهذا السياق نسير في هذا المسار لاعددنا لقاء تواصلا لوحدنا كحزب سياسي بمعيتنا خمس حقائب وزاريه، كان بامكاننا الوزراء ديالنا كلهم الخمسه يجيو ويعطيو الحصيله ديال الحقائب الوزاريه كيسيروها. الذي وقع بين حزب العداله والتنميه وحزب الضمان الاشتراكيه رغم اختلاف ايديولوجيات الحزبين كلاهما عن حزب التقدم الاشتراكي ايديولوجيه اشتراكيه ويساريه، ثم حزب العداله والتنميه يعتبر حزب على ما يقال انه رجعي وذو حمولة دينية، ولكن التحالف دائما يبقى صالح من أجل أن نرقى بمصلحة البلاد. مبدئيا بالنسبة للتحالف بحكم الاختلاف على الحزبين بالنسبة للمرجعيات، فمبدئيا كنظن أن التحالف هو نسبيا مرفوض. بالنسبة للتحالف محليا لا كان غيعطينا واحد القيمة مضافة لمدينة تيزنيت، بحيث أنه غيكون تحالف صحيح مزيان صحي بالنسبة للساكنة ديال المدينة، غيعود عليهم بحوايج اللي هي تكون إيجابية للمدينة، فهو نقدروا نقبلوه. أما بالنسبة لأنه حزب يساري مع حزب يميني أنهم يتحالفوا بالنسبة عندهم بعد بعيدين كل بعد عن المرجعيات، فكنظن أن التحالف غيكون أنه مرفوض. المغاربة عامة أن الرابط الأساسي بين حزب التقدم والاشتراكية هو البرنامج الحكومي المتفق عليه، وبالتالي ما يتعلق بهذا البرنامج أيضا تنفيذه يطبق حسب يعني الزمان والمكان المتفق عليه. قد يقول القول أنه هناك تحالف قبلي، هذا ليس لا يعد تحالفا قبليا بقدر ما هو يبرهن على أن حزب سياسي له سلطة اتخاذ قرار انفرادي لوحده. قناعتنا في المشاركة في الحكومة تمليها الظرفية الزمنية اللي شكلت فيها الحكومة، وبالتالي نريد لسيرورة الأوراش الكبرى التي فتحها حكومة التنوي التوافقي وما تلاها في إطار حداثة والتقدم الديمقراطي الذي بمعية الإرادة الملكية اللي لا رجعة فيه، الشيء اللي جعلنا دخلنا في التحالف الحكومي واستحضرنا مصلحة الوطن.